السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. أنا هتكلم عن مرض الإيدز، بعد الشر عنا وعنكم وعن كل السامعين. هتكلم عن الـ HIV ومرض الإيدز والفرق بين مريض الـ HIV ومريض الإيدز، وهتكلم عن طريقة العدوى، إزاي الإنسان ياخد الإيدز أو يجيله بعد الشر مرض الإيدز أو الـ HIV، وكيف نشخص هذا المرض، وبعد كده أعراض المرض ومضاعفاته، وبعد كده طرق العلاج، وإزاي ممكن مريض الإيدز يعيش حياة طويلة وبشكل طبيعي. إن شاء الله تابعونا، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان كل فيديو جديد يوصل لكم على طول. واللي عنده سؤال أهلا بيه وسهلا، على رحب ساعة أحاول قدر الإمكان أني أجاوب. الفرق بين الإصابة بفيروس الـ HIV ومرض الإيدز. مرض الإيدز ومرض الـ HIV، إيه الفرق بينهم؟ بنسمع إن ده عنده HIV بس ما عندوش إيدز، والتاني عنده إيدز، إيه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم هو إن مريض الـ HIV عنده فيروس الـ HIV اللي هو Human Immune Virus، يعني الفيروس اللي بيهاجم الجهاز المناعي في جسم الإنسان. طيب هذا الإنسان عنده الفيروس الـ HIV لكن مناعته كويسة أو بمستوى كويس بحيث أنه عايش حياة صحية عادية ولا يعاني من أمراض. طيب لو مناعته تدهورت بسبب الفيروس ده وأصبح عرضة للأمراض وأصيب بالأمراض، أصبح هذا الـ HIV اسمه مريض إيدز. يعني الفرق بين الاثنين ان الاولاني HIV patient ده عنده الفيروس فقط لا غير، لكن المناعة عنده كويسة ولا تظهر عليه الامراض. الثاني مريض الايدز هو نفس الشيء، عنده الفيروس والمناعة بتاعته تدهورت بحيث بدأ يظهر عنده الامراض والمضاعفات الصحية نتيجة نقص المناعة. وبالمناسبة فيروس الايدز، فيروس الـ HIV متخصص في مهاجمة الجهاز المناعي في جسم الإنسان، يعني بينشن على المناعة ويضعفها ويدمرها. فأي مرض يصيب الإنسان يدهور صحته تماما. يعني لو مرض بسيط زي الإنفلونزا أو التهاب رئوي أو التهاب في الفم أو جرح ملوث، كل الحاجات دي بتخف وتتحسن في الإنسان العادي في ظروف إيه، كم يوم، في ظرف كذا يوم. لكن في مريض اللي عنده نقص المناعة الأمراض دي بتبقى خطيرة جدا وربما تؤدي إلى إيه، إلى وفاة الإنسان. فالفيروس ده متخصص في مهاجمة جهاز المناعة في جسم الإنسان. في كلمة أو في جملة بسيطة عايزين تتعرفوا أو تفهموا إيه هو دور جهاز المناعة في الإنسان، بسيطة. تخيل الإنسان بعد ما يموت جثته بتبقى شكلها إيه بعد أسبوعين. أهو بقى لو الإنسان جهاز المناعي بتاعه ده توقف أو تدهور هيبقى هذا بالشكل، يعني لا توجد حياة. يعني بدون جهاز المناعي اللي في الإنسان لا توجد حياة. يعني ربنا مزودنا بجهاز مناعي محكم ودقيق ومعقد بيحافظ على الإنسان سليم وبيمنع كثير من الجراثيم والميكروبات من انها تغزو، او هي طبيعي بتغزو الانسان ولكنها لا تؤثر على الانسان بفضل هذا الجهاز المناعي. فاذا فيروس الـ HIV متخصص في مهاجمة الجهاز المناعي في الانسان، بتضعفه وتدمره. مريض الـ HIV لو انه بياخد العلاج المناسب وتحت اشراف طبي مستمر بيعيش حياة صحية مقبولة، بيعيش حياة شبه طبيعية. لكن اذا اهمل الفيروس بيتغلب على الجهاز المناعي ويضعفه ويدمره، فيتحول الانسان الى ايه، الى مريض الايدز، وهنا تظهر عليه الامراض والاعراض ويبتدي يعاني من مرض الإيدز. يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واللي يعني عنده سؤال أهلا بيه وسهلا، على رحب ساعة أحاول قدر الإمكان إيه إني أجاوب.